صح عباد عايشين في الليل، حتى ليك وقت تاعنا قداش نديروهم؟ 12 تاع الليل فوالا. كنت حاسة قضيت الدنيا، مي مفهمتش كاع واش قضيت. فريجيدار فارغ، واش يقضوا الناس باش يتعمر فريجيدار؟ مفهمتش انا، غير انا فريجيدار تاعي العام فارغ، اقسم بالله غير باقي جامي تعمر في حياته. شكون يعرف بين لي كامونبير؟ هذا اسمه العائلي. شوفوا اوي كيجي فيه هكا الصوت، ماشي زعما راهو غامل ولا راهو خاسر، باسكو هناك شويه كاين صوت. شوفوا انا على بالي بلي لا بروميير فوا شينا هذا الكودون بلو، حنسيو نطيبوه اليوم على باش كيفاش الكاو تاعو. جيسبر يكون بنين. واقيلا هذا واحد الفطور ولا هذا واحد العشاء ولا، باسكو ما عندناش بزاف ملي نضر انا وراجلي باش يكون على بالكم بلي كي حبسوا لي بتيداج حبس رقات في وقته. السؤال المطروح، كيفاش يقلوهم؟ بالزيت بالزبده بالزيت؟ واقيلا نقدر نقليهم في لافريتوز بلا ما نخسر مقله، بعدا نعيا نغسلها وتنيها واقيلا في لافريتوز. سقسيتكم ومن بعد جاوبت روحي ومن بعد درت رايي، ما فهمتش علاش سقسيتكم. يعني توالفوني باسكو انا هكا مع كاع الناس اللي دايرين بيا، يعني ما تشوكاوش مع صحاباتي. نعيط لهم الو بيه نحط صويره خيروا معايا، غير يخيروا معايا قالوا لا لا خلاص نخير واش حبي. جامي درتهم في حياتي، اصلا انا جامي درت والو في حياتي. هذا راني ندير ملي تزوجت ملي بديت ندير بكري، والله ما كنت نصلح كامل. ماما ضلت تكر عليا ربي تقول لي ياه تعرفي قداش تشطاري. يا ترى اذا صح بنان فين فرماج باتي تكون ريحتهم بنينه فامال عطاهم 8.5 على 10 بنان بصعب. مور ما كليت وشبعت وشبعت كريجه باش فقت بالليك اني بحوايجي مازال ما نحيتهمش. واحد يروح يعطيها يبدل كاع يجزا الى اللقاء.